أكدت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات السعودية اعتقلت خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة ثلاثة من كبار الأمراء في العائلة المالكة. وقالت الصحف الأمريكية إن المعتقلين الثلاثة هم أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للعاهل السعودي وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف والأمير نواف بن نايف. أسباب هذه الاعتقالات وتداعياتها تتابعونها في نقاش مع ضيوفنا، لكن قبل ذلك دعونا نتابع التقرير التالي. الله يبارك فيك ويجزاك خير. الله يحفظك وتحصن ويحفظك إن شاء الله. تلك آخر صور ظهر فيها ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف قبل نحو شهرين محاطا بأنصاره ومعجبيه في حفل زفاف ابن شقيقه، ذلك قبل ورود نبأ اعتقاله والأمير أحمد بن عبد العزيز من قبل السلطات السعودية وفق مصادر أجنبية أبرزها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز. لا ردود فعل رسمية سعودية على نبأ الاعتقال إلى الآن، الذي تقول الصحيفتان نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه طال أيضا الأمير نواف بن نايف شقيق الأمير محمد بن نايف. يعيد خبر الاعتقال إلى الأذهان حلقات سابقة في مسلسل الصراع على العرش السعودي، حين تمكن الأمير محمد بن سلمان من إزاحة ابن عمه الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد قبل نحو ثلاثة أعوام. أنا بنرجع الحين وأنت الله يعين. ما نستبرع أن توجيهاتكم الله يحفظكم ويسلمك. موفقين في جبرتكم دوم الله يطول. موفقين. الله يعزك. الاعتقالات الأخيرة وإن أخذت منحى أكثر جرأة فإنها تذكر أيضا بمشهد اعتقال أمراء سعوديين للمرة الأولى في فندق الريتز كارلتون قبل ثلاث سنوات بتهم الفساد والتربح. مراقبون يفسرون ما جرى باعتباره تدبيرا من ولي العهد الحالي للقضاء على الرجلين اللذين يمثلان تهديدا لتقلده المنصب الأرفع في البلاد خلفا لوالده. فالأول هو الأمير محمد بن نايف صاحب النفوذ والصيت الواسع داخليا وخارجيا، وكان المرشح الأوفر حظا قبل إزاحته لتقلد المنصب. أما الثاني فهو شقيق الملك الذي تداولت وسائل إعلام اسمه كمرشح مقبول في أوساط العائلة المالكة لوراثة العرش السعودي، وقد بدا منه سابقا ما فهم على أنه انتقاد لسياسة المملكة الحالية. ليش دخلهم أفراد معينين يمكنهم مسؤولين، ما تدخلوا سرقة. من هم المسؤولين؟ المسؤولين الملك والإعادة مسؤولين عن إجرام في اليمن. اليمن وغيرها. تمنياتنا توقف اليوم قبل المعتقلات. الاعتقالات الأخيرة حسب مراقبين تكسر أيضا مزيدا من أعراف الأسرة المالكة، سيما وأنها طالت النجلة الأخيرة المتبقي على قيد الحياة لمؤسس المملكة الأمير أحمد بن عبد العزيز، وقد تكون افتتاحا لحلقة أخرى في مسلسل إعادة ترتيب العرش السعودي. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح. أحييك دكتور سعد، وأبدأ بسؤال بسيط. دكتور سعد، ما الذي جرى في المملكة العربية السعودية بالأمس؟ هناك أمور أكيدة وهناك أمور شبه أكيدة وهناك أمور مشكوك فيها. أكيد أن أحمد بن عبد العزيز اعتقل، عبد العزيز بن سعود بن نايف اللي هو وزير الداخلية اعتقل، ربما محمد بن نايف، ربما نواف بن نايف، ربما حوالي 10 إلى 20 من أفراد العائلة الحاكمة. هذه الاعتقالات أكيدة حسب الترتيب الذي ذكرته. سبب الاعتقالات يبدو أن وفاة الملك هي السبب، لا يزال بعض الناس يشككون فيها، ولكن يبدو أن الخبر يتواتر الآن من عدة مصادر. التحقيق الخبر كالتالي: أن محمد بن سلمان كان يريد لوالده أن يبقى حيا لمدة ما حتى يتخلص من هذه المعارضات من العائلة الحاكمة، أحمد بن عبد العزيز، محمد بن نايف، ميجرن أو غيرهم، ثم إذا انتهى منهم يعلن ينصب نفسه ملكا، وكأن الملك قد تنحى وهو السلم، يصدر بيانا باسم الملك. هذه كانت خطته، فيبدو أنه فوجئ بوفاة الملك، أو أنه دخل في غيبوبة، أو أنه لم يعد في وضع يستطيع أن يواجه الناس، فقرر أن يستبق الحدث ويمنع أحمد بن عبد العزيز أن يغلق عليه الطريق. ف
فاعتقل هو اعتقل سواه. قبل أسابيع كان أحمد عبد العزيز قد استدعي للديوان الملكي من أجل أن يوقع على وثيقة أنه يقبل بمحمد بن سلمان الملك، فرفض رفضا باتا رغم كل الإغراءات التي قدمت إليه. فلعله أدرك محمد بن سلمان أن أحمد سيقف عائقا صلبا أمام وصوله للسلطة. أفهم من كلامك دكتور سعد أن الملك سلمان ليس له أي علاقة أو أي علاقة بما حدث، أو من الممكن أنه لا يدري من الأساس بما حدث؟ هذا إن كان بقي حيا. الملك حتى قبل الآن يعني ليس له دور لا في حصار قطر ولا في حرب اليمن ولا في قتل خاشقجي ولا في كل الأحداث المهمة، ورجل لا يكاد يتذكر أكثر من 5 دقائق مضت، وكل القرارات تصدر باسمه أو البيانات توقع باسمه. وحتى لو صدر شيئا هذين اليومين، لو افترضنا أنه فعلا الخبر ميت، سينسب، لن يتورع محمد بن سلمان، لن يتورع أن ينسب خبر تنحي الملك للوالده، إن كان الوالد حي وتنحى عن السلطة وسلمه السلطة. طيب هل سيكون هناك أي تأثيرات داخل العائلة المالكة في السعودية على هذه الأحداث، يعني اعتقال ناس بأوزان أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك محمد بن نايف ولي العهد السابق؟ هل تعتقد أن سيكون هناك ردات فعل داخل العائلة المالكة أم لا؟ يبدو ذلك. صحيح أن العائلة الحاكمة أثبت محمد بن سلمان أنهم جبناء ومترددون وعلى درجة عالية من الخوف، وليسوا من أهل الإقدام، وهيبتهم لا يستحقون هذه الهيبة التي كان يعطيهم الشعب، لكن كانوا يصطفون خلف أحمد بن عبد العزيز، وما دام أحمد بن عبد العزيز لم يعمل شيئا فهم لن يعملوا شيئا. أما وقد صار أحمد هو الهدف، صار هو المعتقل، فأعتقد الآن سيشعر الجميع أنهم في خطر، وأنهم إن لم يتحركوا اليوم أو غدا سينتهي بهم المطاف إلى السجون. فلا أستبعد أن يتحركون إما بصوتهم وكلماتهم وتعبيراتهم، مثل تغريدة في تويتر ولا بيان لجهة لصحافة عالمية، أو حتى بشكل جماعي بطريقة أو بأخرى. بالمناسبة يعني اعتقل بالإضافة للأمراء اعتقل عدد كبير من ضباط الحرس والجيش والأمن، وهناك عدد كذلك من أبناء العائلة الحاكمة قيادات عسكرية ضباط في الأمن وفي الجيش وفي الحرس. قضية متشابكة، لن يستطيع محمد بن سلمان أن يمنع ردة فعل الأمراء إلا أن يعتقل بالمئات أو ربما بالألاف ويرميهم في السجون، هذا فيه صعوبة بالغة. نستطيع أن نقول، ولست أنا من يقول، على الأقل الفوكس نيوز في تعليقها على هذه الأخبار دكتور سعد قالت أن هذه الاعتقالات ستساعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على إحكام قبضته على العرش، إذن الطريق أصبح مفتوحا تماما ولا توجد أي عوائق أن يستلم محمد بن سلمان عرش المملكة العربية السعودية، هل هذا صحيح؟ هذه نظرة بعيدة وقاصرة، إنسان ينظر من بعيد لا يعرف تفاصيل المعادلة السعودية. محمد بن سلمان بالعكس كونه يتظاهر باحترامه لوجوه العائلة الحاكمة يستطيع أن يمسك بزمام السلطة، أما وقد أهان كبار العائلة الحاكمة ففرصته في أن يخسر هذا الزمام أكبر بكثير، خاصة إذا بدأ تظهر مظاهر التمرد الآن خلف الكواليس. هناك غضب وقلق وحديث عن نوع من أنواع التمرد، هل سيترجم هذا التمرد اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو أسبوعين؟ الله أعلم، إنما سيترجم قطعا والله أعلم، خاصة إذا أعلن محمد بن سلمان بيانا باسم والده، إذا أعلن فعلا بيانا باسم والده أنه تنحى عن العرش وأنه عينه حاكما ملكا، أعتقد ستبدأ علامات الشروخ في العائلة الحاكمة، والشرخ الأول سيأتي بشروخ كثيرة، والشروخ الكثيرة ستسقط هيبة محمد بن سلمان. فنظرة فوكس نيوز نظرة يعني المتفرج من بعيد يرى الواجهة الخارجية، لا يعرف مداخيل المشكلة. ابقى معي دكتور سأعود إليك بالتأكيد مرات أخرى يعني، لكن ينضم إلينا في الاستوديو للحديث حول هذا الموضوع دكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان بجامعة حمد بن خليفة. أحييك دكتور. أهلا وسهلا. إذا حاولنا أن نقرأ الذي حدث في السعودية بالأمس واعتقال قيادات بهذا الوزن من العائلة الحاكمة، ماذا نقول؟
أعتقد بمنطق انتقال السلطة أو الصراع على السلطة على الأصح، هذه الاعتقالات أهم بكثير من الاعتقالات الماضية، اعتقالات رجال الأعمال وبعض الأمراء، ولكن ربما كانت دوافعها مالية أكثر منها دوافع سياسية. هذه دوافعها ليست مالية، ومن الواضح أنها تتعلق بتصدع داخل النواة الحاكمة وسعي من محمد بن سلام بطبيعة الحال لإبعاد كل الوجوه المؤثرة. وما نراه هو التغير في نوع الحكم التاريخي الذي عرفته المملكة العربية السعودية. الحقيقة السعودية كانت تدار بطريقة توافقية بين أكثر من رأس، أكثر من قطب، حتى من الناحية العسكرية. يعني معروف أنه الحرس كان بيد آل عبد الله تاريخيا، وزارة الداخلية بجيشها كانت بيد آل نايف، الجيش بيد آل سلطان، فكأنها ثلاثة جيوش، ثلاثة ملوك، وهنالك ملك فوق الملوك ثلاثة. يعني كان هنالك نمط من الهرمية، لكنها هرمية مرنة فيها أكثر من رأس. ما يسعى إليه محمد بن سلمان، وهذا ربما يرجع إلى شخصيته، يعني الخبراء بالسعودية مثل بروس راديل هذا الأمريكي المتخصص في السعودية، يصف سلطة محمد بن سلمان بأنها انفعالية وإقصائية، implosive and exclusive، فهو لا يقبل شريكا، ويبدو أنه يتحكم فيه الخوف. وأنا أظن أن موقعه الآن أضعف، ومكانته الآن أضعف مما كان لما اعتقل سجناء الريتس، لأنه لما اعتقل سجناء الريتس كان لا يزال في حالة إقبال، واستطاع أن يبني حول نفسه صورة الأمير المجدد المتحرر الذي سينقل المملكة من العصور الوسطى إلى الحداثة. الآن لا، الآن بعد ملف خاشقجي، بعد الفشل في اليمن، بعد الفشل في صار قطر، بعد الفشل في كل الملفات الداخلية والخارجية، أصبح تجرؤه على الأمراء الآخرين وهو في موقع ضعف حقيقة ربما يؤدي في النهاية إلى أن يودي بنفسه بسبب التعجل للوصول إلى العرش. يعني هذا الرأي يبدو قريب من رأي الدكتور سعد الفقيه، لكن اسمح لي يا دكتور سعد، ما الذي يمنع محمد بن سلمان أن يعتلي عرش المملكة العربية السعودية؟ هو الملك إذا صح هذا التعبير من الناحية التنفيذية على الأقل، ما الذي سيمنعه يعني الآن من أن يحول بينه وبين العرش؟ ثلاث أربع سلطته وقوته الآن هي بتدرعه خلف سلمان، الملك سلمان، وهذا يعني يشير إلى ما ذكره دكتور شنقيطي، أنه هناك نوع من التوافق. الملك سلمان ورث شرعية آل سعود، يعني هو موجود أمير للرياض 50 سنة، ثم صار وزير الدفاع، وعاش في أيام والده، ثم سعود، ثم فيصل، ثم خالد، ثم فهد، ثم عبد الله، فله تلك الشرعية التاريخية، مع أنه قد يعني متعطل عقليا، ومع أنه مريض وتعبان إلى آخره، لكنه وجوده فقط حيا يعطي حجابا أو ستارا لمحمد بن سلمان أن يدير البلد حتى لو كان هو الحاكم الفعلي. نعم. إذا وهذا ما يرددهم أحمد بن عبد العزيز وغيره، أنه خلي يموت هذا الشايب، هذا التعبير العامي، خلي يموت هذا الشايب ونوريك ماذا نفعل. يعني يقولون أن الذي يمنعهم من التحرك هو احترامهم لكبر سن الملك سلمان. لكن يا دكتور، يا دكتور، من الممكن أن يكون كلامك صحيح، يعني وارد أن الشرعية الأدبية من الممكن أن تكون فيها إشكالية، لكن أنا أتحدث عن شرعية القوة. شرعية القوة الحقيقية الآن في يد محمد بن سلمان، هو يمتلك كل زمام الأمور، فمن الذي سيستطيع أن يواجه كل هذه القوة؟ يعني أكرر، شرعية القوة هذه كلها منبثقة من احترام جسم الملك سلمان، هذا الجسم الحي الذي ليس فيه كمية من العقل تكفي. اللحظة التي يختفي فيها هذه الواجهة، واجهة الملك سلمان، كل هذه القوة تتبعثر. يعني هذا الانصياع والطاعة والسكوت والصمت الذي يمارسه آل سعود يتبعثر بعد أن يختفي جسم الملك سلمان، خاصة إذا تجرأ، وبعد خاصة بعد أن تجرأ ورمى أحمد في السجن، ورمى عدد كبير من الأمراء في السجون. فلا أعتقد أنه يستطيع أن يستفيد أصلا من القوة التي معه إلا بمفتاح وجود والده. وأنا أقرأ بعض التحليلات قبل الهواء عن ما حدث بالأمس، البعض يصل يبالغ، أو من وجهة نظر البعض يبالغ أن يقول هذا هو يعني بداية نهاية المملكة العربية السعودية بهذا الشكل، ويقصدون نظام الحكم بهذا الشكل. هل هناك مبالغة في هذا الطرح يا دكتور؟
من منظور الفلسفة السياسية لا، ليست هنالك مبالغة، هنالك ما يسمى أعراض شيخوخة الدول. حتى ابن خلدون تحدث عن هذا، فلاسفة السياسة يعرفون هذا. هنالك أعراض ظهرت في دولة، في أي دولة، فهذا تدل على أن نظام الحكم فيها يحتاج إما إلى تجدد داخلي سريع وإما إلى انهيار. من هذه الأعراض تصدع النواة الصلبة الحاكمة، ولا توجد دولة تعتمد على شخص واحد، مهما كان توجد دائما نواة حاكمة. ومنها طبعا عدم احترام مشاعر الناس والأخلاق والأعراف العامة في المجتمع وغيره، ومنها الإشحاف المالي، مثلا فرض ضرائب أو نقص في الضمان الاجتماعي في الدول المعاصرة وغيره. يعني هنالك أعراض شيخوخة الدول واضحة الآن في السعودية بكل أسف، لكن هل هذا سيؤدي إلى تجدد داخل منظومة الحكم أم سيؤدي إلى انهيار في منظومة الحكم الحاكمة؟ هذا أمر لا يمكن الحكم عليه الآن. ودعني اسمح لي لو أرجع لسؤالك الدكتور سعد. طبعا هم أهل مكة أدرى بشعابها، وأنا أتفق مع الدكتور سعد فعلا أنه هيبة الملك سلمان هي الرأس مال السياسي الأساسي الذي يملكه محمد بن سلمان. حتى ما تفضلت بدعوته شرعية القوة، وإن كنت أنا لا أؤمن أن القوة أصلا تفيد شرعية، حتى لو نظرنا بمنطق القوة، هيمنة محمد بن سلمان هي هيمنة فوقية وسطحية. لا ننسى ما ذكرت من قبل أنه السعودية فيها ثلاثة جيوش، كل منها كان ملكا بالمعنى الكلمة لفرع من فروع آل سعود، ليس منها آل سلمان، لكن هي الآن تحت إمارة محمد بن سلمان. لكن هذه البنية العسكرية بنيت على مدى عقود. هل من المعقول أنه يتغير ولاءها كلها بين العشية وضحاها فقط لأنه محمد بن سلمان أصبح في الديوان الملكي وهو المقرب من الملك؟ لا، بطبيعة الحال الحرس بناه آل عبد الله على عينهم لمدى عقود، تمام، والداخلية بناها آل نايف على عيونهم على مدى عقود، والجيش بناها آل سلطان. هذه الأفرع الثلاثة الآن تم إقصائها من السلطة. هل كل ما بناه على 40 عاما من أو 50 أو 70 من الممكن أن يسيطر عليه محمد بن سلمان؟ طبعا لا، يمكن أن يشتري ولاء بعض القيادات هنا وهناك ويعمل تغييرات هنا وهناك، أو يعتقل حتى بعض القيادات العسكرية كما ورد اليوم. وبالمناسبة بعض المصادر الغربية تقول أنه من اعتقلوا من أمس إلى الآن حوالي 20 من الأمراء، وليس فقط الثلاثة الذين هناك الحديث عن ضباط أيضا داخل نعم الجيش. نعم بالضبط. ما أقصد أن أقوله أن البنية الدولة طبعا إلى الآن ليست بيده، وأن سلطته لا تزال سلطة فوقية وسطحية إلى حد كبير. دكتور، هل لمحمد بن زايد أي يد فيما حدث بالأمس في المملكة العربية السعودية؟ البعض استوقفته تغريدة حمد المزروعي ويقولون أنه ما هو إلا انعكاس لمحمد بن زايد، وكتب فقط كلمتين كش ملك. فهل لمحمد بن زايد دور فيما حدث؟ هو له دور أكثر من ذلك. محمد بن زايد هو الذي يدير المشهد في المملكة، هو الذي رتب له إعادة توزيع الأجهزة الأمنية وإقالة عدد كبير من الأمراء وتنصيب أمراء آخرين، هو الذي رتب عملية الريتس، هو الذي زوده بعدد من المرتزقة الكولومبيين الذين اعتقلوا عدد كبير من الأمراء، وهو الذي أعطاه خطة أنه كيف يتخلص من ميغرين ثم من محمد بن نايف، هو الذي رتب له هذا الأمر. فأعتقد أنه كذلك هو من أعطاه الخطة باء أنه فيما لو مات الملك فجأة أنه ماذا يجب أن يفعل. الخطوة الأولى التي يجب أن يفعلها هو اعتقال الأمير أحمد، فسواء تدخل معه في نفس اللحظة أو كان متفقا معه على ما يجب أن يتم إذا مات الملك، فهو قطعا قد تورط فيما يجري. هناك تداخل خرافي، تزاوج عجيب بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. تصور أنه كل الوزارات في المملكة عندنا فيها مستشارين إماراتيين علاقتهم مباشرة بمحمد بن زايد، يعني وكأن بلدنا تدار من الإمارات. طيب، فيما يخص نقطة أخرى خاصة بالقوى الدولية، ودعني تحديدا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد أن ترامب سيكون داعما لمحمد بن سلمان للوصول إلى عرش المملكة يعني إلى النهاية، خصوصا أنه يبدو أن محمد بن سلمان أو حتى محمد بن زايد استطاع بشكل أو بآخر يعني شراء ترامب كما يقول البعض؟ لا أعتقد، هذا تبسيط كبير لمنظومة الحكم في الولايات المتحدة. هي ليست منظومة بسيطة كما هو الحال في الكثير من دولنا، بحيث أن القرار هو قرار ترامب فقط. هنالك مؤسسات وتقديرات استراتيجية وثينك تانك، مراكز دراسات وغيرها.
محمد بن سلمان قد يكون مفضلا عند ترامب في اللحظة الحاضرة وعند الإسرائيليين وعند اليمين الأمريكي، لكن لا ترامب ولا الإسرائيليين ولا اليمين الأمريكي هم أصحاب القرار الحصري في الولايات المتحدة. وأعتقد أنه إذا كان هو المفضل اليوم ليس بالضرورة أن يظل مفضلا دائما، وقد يكون حتى اختيارهم له مجرد اختيار ظرفي، ولذلك هم حتى الآن لم يسمحوا له بالوصول إلى الملك، وأنا أعتقد أنه هذا مهم لأنه ربما يكون مجرد وضعوه في لحظة اختبار هل يصلح أصلا. صحيح الرجل اللي مقصر معهم، لكن قد تصل التقديرات الأمريكية ويوجد ما يدل على هذا إلى أن الرجل ليس مؤهلا أصلا للمهمة. علمتنا التجربة خلال الفترة الماضية أن ترامب رئيس غير نمطي، من الممكن أن يأخذ بعض الإجراءات بعيدة حتى عن المنطق الأمريكي وتوازن القوى أو الدولة العميقة الأمريكية إذا صح. هذا صحيح تماما، وهو ترامب أكثر ما يوصف به أنه unpredictable، يعني من المستحيل التنبؤ بسلوكه، وأعتقد أنه هو نفسه يتخذها أسلوبا سياسيا تكتيكيا، يفضل أن يظل سلوكه السياسي دائما غير نمطي ومن الصعب التنبؤ به. ترامب تخلى من أسبوع فقط عن الحكومة الأفغانية التي كان الأمريكان يحاربون على الأرض من أجل إبقائها في كابول، واليوم أو أمس صرح أنه لا مانع من طالبان ترجع لحكم أفغانستان مثلا، فمن السهل جدا أن يتخلى. إضافة إلى أنه أمراء آل سعود لا يوجد منهم من يعادل الولايات المتحدة، فلو رحل محمد بن سلمان هذا لا يعني بالضرورة. هم كانوا يقولون أن بن نايف هو رجل أمريكا الأول، محمد بن نايف في السعودية. صحيح، لأنه بن نايف كان لديه من العقل على الأقل أن يدرك أنه لا يمكن إعطاء كل شيء ولا يمكن التخلي عن كل شيء في لحظة، وأنه حتى العلاقات مع الولايات المتحدة ينبغي أن تظل لها حدود معينة. أنا أعتقد حقيقة أنه المصلحة الأمريكية البعيدة المدى ليست في محمد بن سلمان. إذا كان ترامب يرى مصلحة أمريكا مرتبطة بشخص، فإن المؤسسات الأمريكية ترى المصلحة الأمريكية مرتبطة بدولة وليست بشخص. أنا عايز أعود للدور الإماراتي، كيف يعني بنيت كل هذه السطوة إذا صح يعني التعبير لمحمد بن زايد داخل المملكة العربية السعودية؟ هي حالة اختراق استراتيجي بكل بساطة، وليس محمد بن زايد وحده، أنا أعتقد محمد بن زايد والإسرائيليون وبعض المؤسسات اليمينية الأمريكية كلها استثمرت في الرجل وحاولت أن تقدم أن تصدره لكي تحقق مصالحها من خلاله أو تحقق النفوذ من خلاله. لكن مع ذلك هنالك مشكلة كبيرة، لأن السعودية الآن أمام ثلاث خيارات في اعتقادي: إما رجوع السلطة إلى الأسرة الكبيرة التي كانت بطريقة توافقية، وهذا واضح أنه لا يريده محمد بن سلمان، إما أن تحكم يحكم آل سلمان بدلا من آل سعود، ولكن حتى هذا المسار هو أيضا لا يرضى به، لأنه لو رضي بهذا كان إخوته أولى منه في السلطة، فهم أكبر منه وأحسن تعليما وأحسن تجربة، ومنهم مخرجون جامعات غربية عريقة، وزير الطاقة الحالي نعم، وأمير المدينة الذي عنده دكتوراه من أكسفورد وغيره. نعم. فهو لا آل سعود يحكمون ولا آل سلمان يحكمون، هو يريد أن يحكم هو كفرد حتى مستبد حتى على إخوانه، ولذلك أرى أنه هذا تقريبا هذه حالة كما يقال is not sustainable، يعني ليست قابلة للاستمرار. بما أنك أخذتنا إلى الخيارات دكتور، إذا حاولنا أن نضع سيناريوهات لما هو قادم في المملكة العربية السعودية، ماذا نقول من وجهة نظرك؟ بسيط، بس تتمة موافقة لكلام الدكتور شنقيطي في أن هذه الدولة تتجه إلى الانهيار والسقوط. القضية ليست فقط في أنها تكرر ما قامت به الدول في شيخوختها، لكن بالذات في خصوصا عند آل سعود كانوا يحترمون شكليا، يحترمون العلماء، يحترمون شكليا شيوخ القبائل، عمداء العوائل، يحترمون القيادات داخل العائلة الحاكمة. هذا الرجل لا يكترث بشيء ابدا، محمد بن سلمان، ولا يمكن ان تدير حتى كمستبد، لا يمكن ان تدير بلدا الا ان تراعي بعض الخيوط في هذا البلد، ما يمكن ان تدير فقط بالسطوه المطلقه بطريقه مضحكه متهوره صبيانيه. النقطه الثانيه، ترامب ليست مشكلته انه تم شراء، مشكله ترامب انه مبتز محمد بن سلمان، مبتز شخصيا، انك ان لم تدعمني ساطمحك في المليار الذي أعطيتك إياه. ولذلك ترامب مجبور أن يحمي محمد بن سلمان، وأمريكا لم تعد تلك الدولة العميقة. ترامب غير رئيس وزير الخارجية وغير السي آي إيه، رغم أنف الكونغرس، وحمى
محمد بن سلمان رغم أن في الكونغرس من كل شيء حماها في حصار قطر وفي حرب اليمن وفي قتل خاشقجي وفي بالإجماع الكونغرس يطالب بمعلومات ويرفض طلب الكونغرس. فسياسة أمريكا ضرب بها عرض الحائط ومصلحة أمريكا ضرب بها عرض الحائط. ليس مصلحة أمريكا أن يقود بلد حساس ومهم مثل المملكة لأمريكا طبعا أن يقودها شخص شاب متهور يورطهم ويورط أمريكا معهم. فالدولة العميقة أصبحت مشلولة الآن، لا تستطيع أن تساهم ما دام ترامب موجود في التأثير على سياسة أمريكا تجاه محمد بن سلمان. السيناريوهات لها احتمالان. احتمال الذي يرجحه المحيطون ممن كلمتهم محيطون بمحمد بن سلمان وقريبون من دائرة العائلة أنه ربما تبدو الأمور هادئة لبضعة أيام أو ربما أسبوع أسبوعين ثم تبدأ الشروخ تظهر ثم يتشجع الأمراء واحدا بعد آخر وضباط وشيوخ قبائل وأعيان فتتراكم وتتدفق هذه المظاهر مظاهر التمرد حتى تصبح شلالا متكاملا. السيناريو الثاني أنه أن هذا التمرد يصبح سريع، يعني يبالغ محمد بن سلمان في التهور فيعتقل أو يقوم بخطوة أخرى فيستفز القيادات في الجيش ولا في العائلة الحاكمة ولا في غيرها فيجتمع أمراء المناطق ويعلنون رفضهم لمحمد بن سلمان. فكل الاحتمالات واردة، لكن الاحتمال يقول أنها ستتم الآن واحتمال يقول أنها ستتم ربما بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهر أو شهرين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، كنت معي عبر سكايب من لندن، كما أشكر ضيف الاستوديو الدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية تاريخ الأديان بجامعة حمد بن خليفة. شكرا لك دكتور. مشاهدينا الكرام المسائية مستمرة وبعد الفاصل الشأن السوداني وفي مباشر مع إبراهيم الغندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، ابقوا معنا.